السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بدنا نبلش بدرس الـ G.C.D and L.C.M of two whole numbers. قبل ما أحكي شو يعني G.C.D وشو يعني L.C.M، أول شيء لازم أعرف شو يعني multiple. multiple شو يعني multiple؟ باللغة العربية يعني المضاعف، يعني مضاعفات الرقم. يعني إذا بدي أقول أني مثلا multiple of 5، ال multiple of 5 دايما عطول multiple of 5 أو لأي number عطول ببلشوا بال 0، وبصير هيدي ال value بزيد عليها 5. فإذا 0 5 10 15 20 25 30 35 إلى آخره. يعني المالتيبل لح يلا رقم عطول ببلش بالزيرو وبصير زيد هذا الرقم مثل ما هو، يعني 0 5 10 15 إلى آخره قد ما بدي بكفي. أو بطريقة تانية، مالتيبل للفايف هي هذا الفايف بس أضربه بزيرو. 5 تايمز 0، 5 تايمز 1، 5 تايمز 2، 5 تايمز 3، 5 تايمز 4. يعني المالتيبل للرقم هي مضاعف، فأني بضربه بأرقام. فإذا في يجيب المالتيبل بطريقتين، بحط 0 وبلش يزيد هذا الرقم، أو هذا الرقم بضربه بأرقام من عندي. فور إكزامبل مثلا إذا بدي كمان مالتيبلز أوف 7 فور إكزامبل. فإذا قلنا دائما المالتيبل ببلش من الزيرو وببلش زيد هذا الرقم. 0 7 بلس 7 14 بلس 7 21 بلس 7 28 بلس 7 35 بلس 7 42 بلس 7 49. فإذا المالتيبلز دائما ببلش بالزيرو وببلش زيد هذا الرقم، هذا هو المالتيبل. فإذا عرفت هون شو يعني multiple. هلا بدي احكي شو يعني divisor. إذا بدي احكي divisor of 20، طيب نحن قلنا multiple يعني مضاعف، دايما ببلش بالزيرو. divisor يعني قواسم، divisors يعني القواسم، يعني من إن الأرقام اللي بيقسموا ل 20. divisors دائما ببلشوا بال1 لانه ال1 بيقسم كل الارقام. شو يعني divisors؟ كيف بعرف الdivisors؟ انا عم اقول بدي divisors لل20، فبقعد بفكر مين هن الارقام اللي بضربهم ببعض ليعطيني الجواب 20. مثلا انا بعرف انه 20 هي 10 تايمز 2، ال20 هي 10 تايمز 2. فإذا ال 2 وال 10 هن ديفايزرز لل 20. ليه؟ لأنه 2 تايمز 10 بيساوي 20. طب أنا كمان بعرف إنه 4 تايمز 5 بيساوي 20. فإذا ال 4 وال 5 هن ديفايزرز لل 20. وكمان بعرف إنه ال 20 هي 20 تايمز 1. فإذا ال 1 وال 20 هن ديفايزرز لل 20. الشيء اللي بعمله هلا بس برتبهم ورا بعض، يعني عندي 1 2 هاو اول 2، بعدين عندي 4 5 و10 و20. فاذا هودي هن الديفايزرز لل 20. طيب اذا فور اكزامبل بدي ديفايزرز اوف 15، طيب دائما ال 15 هي 15 تايمز 1. فاذا عندي انا ال 1 وال 15 هن ديفايزرز لل 15. طب كمان ال 15 هي 3 تايمز 5، فاذا ال 3 وال 5 هن ديفايزرز لل 15. هودي مرتبين خالصين، فاذا ديفايزرز لل 15 هن هودي الارقام. طيب اذا بدي كمان انا ديفايزرز اوف فور اكزامبل 22، طيب ما ال 22 هي 22 تايمز 1. فإذا أنا عندي ال 1
وال 22 وال 22 هي 11 تايمز 2، فاذا انا عندي 2 وعندي ال 11، فاذا هودي هن الديفايزرز لل 22. هلا بعد ما تعرفنا شو يعني مالتيبلز وشو يعني ديفايزرز، هلا بدنا نبلش باول شيء بدنا نحكي عنه واللي هو الجي سي دي اوف 2 هول نمبرز. الجي سي دي هي عبارة عن ابريفيشن، اختصار للكلمة التالية. الجي هي greatest يعني اكبر، السي هي common، والدي هي divisor. فإذا الجي سي دي هي greatest common divisor، يعني أكبر قاسم مشترك. كيف بجيب الجي سي دي؟ بطريقة بتشبه الطريقة اللي اشتغلتها هون. For example إذا أنا عم أقول calculate جي سي دي of 24 and 36، بينكتبوا بهذا الشكل. بس بدي جي سي دي لرقمين بكتبهم بهذا الشكل، جي سي دي او ساين، وبحط هذا الرقم. لحتى اجيب الجي سي دي بما انه هي greatest common divisor، فاني بدي اجيب الديفايزرز اوف اول رقم اللي هو 24، وبدي اجيب الديفايزرز اوف تاني رقم اللي هو 36. طيب خليني بلش بالديفايزرز لل 24. عطول قلنا ببلشوا 24، هي 24 تايمز 1، فاذا انا عندي ال1 عطول وعندي الرقم زيته اللي هو 24. طيب من ان الرقمين بضربهم ببعض كمان بيطلع 24. عندي مثلا 6 تايمز 4، 6 تايمز 4 بيساوي 24، فاذا انا عندي 6 وعندي ال4. طيب مين كمان؟ أنا عندي for example 3 times 8، لأن 3 times 8 هي 24، فإذا كمان أنا عندي ال 3 وعندي ال 8. كمان أنا عندي 12 times 2 هي 24، فإذا أنا عندي ال 2 وال 12. هودي كلهم divisors لل 24. الأفضل أن نرتبهم من الصغير للكبير، ولكن مش مشكلة أبدا إذا كانوا بهذا الشكل. فإذا هودي كلهم هن ديفايزرز لل 24. طيب الديفايزرز لل 36 دائما عندي ال 1 وال 36. طيب من ان الرقمين بضربهم ببعض بيطلع 36، 6 تايمز 6، فإذا ال 6، لأنه 6 تايمز 6 هي 36. كمان عندي 12 times 3 هي 36، فإذا عندي ال 3 وعندي ال 12، لأنه 12 times 3 هي 36. كمان عندي 18 times 2 هي 36، فإذا عندي 2 وعندي ال 18. كمان عندي 9 times 4 هي 36، فإذا عندي 9 وعندي الفور. كلهم هودي ديفايزرز لل 36. لا، لانه عم لاقي رقمين بضربهم ببعض بيطلع 36. طيب انا عم اقول لك بالسؤال بدي الجي سي دي، اما انا شو عملت؟ جبت الديفايزرز لل 24 والديفايزرز لل 36. لحتى اجيب الجي سي دي بحوق الشيء المشترك بين هودي وبين هودي. شو عندي؟ 1 1 6 6 4 4، عم حوق الشيء المشترك. 3 3 12 12 2 2، هودي كلهم مشتركين. شو يعني مشتركين؟ يعني common. فإذا أنا لحديت هلأ جبت ال common divisor. بس GCD شو يعني؟ greatest. فإذا أنا بدي أكبر واحد بهو. مين أكبر واحد بهودي المشتركين؟ مبين هو ال 12، ال 12 هو اكبر واحد. فاذا الجي سي دي لل 24 وال 36 بيساوي 12. هذا هو الجريتست كومون ديفايزر.
هلا رح ناخذ مثل ثاني. فور اكزامبل كالكوليت جي سي دي فور 12 اند 18. فاذا مثل ما قلنا اول ما بدي اجيب الجي سي دي بدي اجيب الديفايزرز لكل رقم. فاذا ديفايزرز اوف 12 وكمان ديفايزرز اوف 18. ديفايزرز ل 12 دائما عندي ال1 وال12. مين الرقمين بضربهم ببعض بيطلع 12؟ عندي مثلا 3 تايمز 4. فاذا عندي اني 3 وال4. عندي كمان 2 تايمز 6. فاذا عندي 2 وال6. هودي الارقام بس اضربهم ببعض بيطلع جوابهم 12. هودي هن كل الديفايزرز لانه ما بقى في ارقام بضربها ببعضها بيطلع 12. طب ال18 كمان عندي ال1 وعندي ال18. 18 هي 6 تايمز 3. فإذا أنا عندي الـ 3 وعندي الـ 6. والـ 18 هي 9 تايمز 2. فإذا أنا عندي الـ 2 وعندي الـ 9. فإذا هودي هن الـ divisors. فإذا الـ GCD للـ 12 والـ 18 شو بيساوي؟ بحول المشتركين. عندي 1 3 6 ما بقى في غيرهم. هودي هن كل شيء كمان. او عندي 2 كمان هون. 4 ما في 4. 12 ما في 12. هودي هيدا كل شيء كمان. طب الجي سي دي هي greatest. اكبر واحد بهالمشتركين هو مين؟ هو 6. فاذا الجي سي دي لالهم equal 6 بهيدي الطريقة. كمان هنشتغل بعد example. بدي جيب الجي سي دي لل 14 وال 35. فإذا لحتى أجيب الجي سي دي اللي هي greatest common divisor أول شيء بدي أجيب الديفايزرز لل 24 عفوا لل 14 divisors of 14 وبدي أجيب الديفايزرز of 35. طيب ال 14 دائما عندي ال 1 وال 14. ال 14 هي 2 تايمز 7. فاذا انا عندي 2 وعندي 7 ما بقى في غيرهم. ما بقى في ارقام بضربها ببعضها بيطلع 14 غير هودي. ال 35 دائما عندي ال 1 وال 35 وال 35 هي 5 تايمز 7. فاذا انا عندي ال 5 وعندي 7. بدي احول الكومن. عندي ال 1 وعندي 7 ما بقى في شيء كومن. فإذا الـ GCD للـ 14 والـ 35 الـ common mean عندي 1 و 7. الـ GCD هو أكبر واحد. فإذا اللي هو 7. نحكي عن الـ LCM of two whole numbers. الـ LCM هي اختصار لكلمة L هي كلمة least يعني أصغر. الـ C اللي هي common والام اللي هي مالتيبل. فاذا ال سي ام هي ليست كومون مالتيبل. فاذا انا بس اطلب ال سي ام لرقمين اكيد بدي اجيب لهم المالتيبل. اكزامبل اذا انا عم اقول كالكوليت او فايند ال سي ام اللي هي ليست كومون مالتيبل اوف 6 اند 8 فور اكزامبل. فإذا بما انه هي LCM least common multiple اول شيء بعمله بدي اجيب multiples of 6 and multiples of 8. والmultiple مثل ما قلنا دائما ببلش من الزيرو. فإذا multiple of 6 عندي 0 وببلش زيد 6. فإذا 0 6 12 18 24 30 36 42 48 الى اخره. قد ما عوز بزيد او مثل ما قلنا هي 6 تايمز 0 6 تايمز 1 6 تايمز 2 6 تايمز 3 الى اخره. مالتيبلز اوف 8 نفس الحكي بلش من 0
وبلش يزيد لايت 0 8 16 24 32 40 48 56 الى اخره. بعد ما اجيب هود المالتيبلز بحول الكومن شيل المشترك، يعني المشترك عندي 0 عندي 24 وعندي 48، هودي هن المشتركين. فاذا انا لحديت هلا حوقت الكومون مالتيبل، يعني مالتيبل يعني المضاعف المشترك، بس انا شو بدي ليست يعني اصغر واحد فيهم. فالليست كومون مالتيبل باخذ اصغر واحد بس ما عدا الزيرو، الزيرو ما بيعتبره ليست، الزيرو ما بياخذه لانه موجود عند الكولم. فاذا انا عندي الكومون هن ال24 وال48، الزيرو قلنا ما بحسبه، فاذا الليست كومون مالتيبل لل6 وال8 هو 24. اكزامبل ثاني، اذا بدي اجيب فور اكزامبل ال LCM فور اكزامبل لل5 وال6، فاذا مثل ما قلنا اول شيء بدي اعمله بدي اجيب المالتيبلز اوف 5 والمالتيبلز اوف 6. المالتيبلز اوف 5 دائما بلش 0 وبلش زيد 5، 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 etc الى اخره. multiples of 6 دائما كمان مثل ما قلنا بلش من 0 6 12 18 24. لقيت ان انا بكفي بدي ضل كفي لحتى لاقي شيء مشترك غير الزيرو. بعد لحديت هلا ما في شيء كومون 24 30، هلا لقيت 30 كومون احيي 30 كومون، فما في داعي كفي في وقف. الكومون هن الزيرو وال30. فاذا ال LCM of 5 and 6 مثل ما قلنا least common multiple هو اصغر حدا مشترك بس ما بياخد الزيرو، الزيرو ما بعتبره، فاذا اللي هو 30. فاذا ال LCM لل5 وال6 هي 30. طيب اذا بدنا ناخذ example ثالث بدنا نجيب ال LCM for example لل 12 وال 24. طيب مثل ما قلنا بدي بلش بدي اجيب multiples of 12 و multiples of 24. المالتيبلز قلنا عطول ببلش من 0 وبلش زيد الرقم نفسه 0 12 plus 12 تصير 24 plus 12 36 plus 12 48 plus 12 60 plus 12 72 plus 12 84 الى اخره. multiples of 24 فاذا دائما ببلش 0 بزيد 24 برجع بزيد 24 فبتصير 48. هون اذا منتبهين ما في داعي كفي، لا يبين عندي الزيرو، بين عندي كمان 48، ولكن اذا بدي كفي بقدر كفي. فاذا ورا ال 48 بزيد عليها 24 بتصير 72، كمان ال 72 كومون. طيب ال LCM لل 12 وال 24 هي اصغر واحد مشترك قلنا بس ما باخذ الزيرو، اصغر واحد مشترك. فاذا عندي ال 48 وال 72 وال 48 هو الصغير، فاذا ال LCM لهم equals to 48.